مشاهدينا الكرام، لما كنتم اهلا وسهلا بكم الى برنامجكم برنامج تكتيك سبورت الذي ياتيكم عبر قناه الجزيره الدوليه. سنتحدث اليوم عن عديد من المواضيع، بدايه بالمتعلقه في رياضه الدراجات. نسرين حويلي التي تاهلت الى اولمبياد باريس بجداره واستحقاق، ونتوقف عند المنتخب الجزائري الذي سيواجه منتخبي الصومال وموزمبيق ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ونتحدث أيضا عن نهائي السوبر ليغا الإفريقي الذي سيجمعه يوم غد بين سان داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي، ونتوقف أيضا في الأخير للحديث عن المنتخب المصري أيضا. كل هذا مشاهدينا الكرام مع ضيفي في الاستوديو، كل من إذن سيد أحمد مارسيل لاعب سابق لاتحاد العاصمة الجزائري. أهلا بك سيد أحمد. أهلا عمار، وشكرك على الدعوة. شكرا لك. ومعنا أيضا مشاهدينا الكرام المدير الفني للمنتخب الجزائري سابقا بوعلام لاروم. أهلا بك بوعلام. أهلا وسهلا وسلم على جميع المتفرجين الكرام. إذن أدعوكم وأدعو مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا البورتري حول البطلة نسرين حويلي، ثم نعود لتحليل النقاش. من مدينة الباهية وهران، المدينة الساحرة التي تقع غرب الجزائر، استطاعت الدراجة الجزائرية نسرين الحويلي كتابة التاريخ بأسطر من ذهب بعد إحرازها بطاقة العبور لأولمبياد باريس 2024 كأول جزائرية تحقق هذا الإنجاز. السلام عليكم، نسرين الحويلي منتخب الجزائري وطني للدراجة الهوائية، في عمري 20 سنة، بطلة افريقيا 14 مرة في المضمار والطريق، بطلة العالم 5 مرات، بطلة الجزائر 5 مرات في المضمار وخصاص الطريق، مركز العاشر بطولة العالم، ومتأهلة حاليا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ألعاب أولمبية هي حلم كل رياضي، وبياسير كانت واحدة من لي زوبجيكتيف تاعي، واحدة من الأحلام تاعي، والحمد لله كنت نقارح فيها باش نكون 20 كواليفيا ليز أولمبيك، كنت دايرتها أوبجيكتيف تاع من بعد، بصح الحمد لله جات دروك وراني فرحانة بها وراني نخدم إن شاء الله. إنجاز تحقق بعد مشوار بطولي وتألق على جميع الأصعدة تقنيا عربيا وعالميا، باحتلالها المراكز الأولى ونيلها المعدن النفيس في العديد من المرات. كأول رياضية في اختصاص الدراجات النسوية، الحمد لله رانا بزاف فرحانين بهذا الإنجاز اللي كنا ديجا مخطين له من سنة، بلي نحاولوا نجمعوا النقاط اللازمة باش نتأهلوا لهذه الدورة، وكما كان الحال قدرت نجمع النقاط في البطولة الإفريقية اللي فاتت، ونجبت الميدالية الذهبية في تحت 23 سنة، وبالمشاركة في بطولة العالم السنة اللي فاتت نقاط بطولة الجزائر كانت مضاعفة، هذا اللي خلانا نكونوا في الترتيب العالمي ونتأهلوا. المشوار كان كما قلت لك كان صعيب في البداية، في بداية الموسم هذا كان شوية تأهل كان بعيد عليا بالنسبة ليا، ومع البطولة الإفريقية اللي جبت فيها ميدالية ذهبية بديت ولا عندي أمل التأهل وعندي نقاط لازمة، يعني كانت صعيبة، كانت بريباراسيون تاع كاليفيكاسيون ديجا في لاني اللي قبل هذه باش قدرت نتأهل.
حكاية نسرين حويلي مع رياضة الدراجات الهوائية بدأت في سن مبكر وشغف كبير لممارسة هذا النوع من الرياضات. أول دراجة كانت عندي شراها لي بابا الله يرحمه، كانت في تريك، كانت دراجة يعني حال عادية بالنسبة لي في هذاك الوقت، كانت حاجة كبيرة وين بديت بيها وحتى الآن مازال عندي. كي كنت صغيرة ديجا كنت نبغي الفيلو وكلشي، وبعد كي كنا في الابتدائي اقترحوا علينا بلي كاين فريق صغير راح يبدا فيه وتليلات، ودخلت مع صحاباتي ومع الجروب اللي درناه، وبعد شويه بشويه رحت للفريق الوطني. كان المدرب تاعي مرابط عبد القادر في هذاك الوقت، ومع الفريق الوطني اول بطوله رحت لها كنت كادر ودرت بوديوم في الايليت. من ثم زدت رحت للشامبيونات داخلي فيها طلعوا ميداي دور، وبدات المشوار من ثم من البطوله العربيه الافريقيه لبطوله العالم الحاليه. الأميرة الصغيرة التي تطلق على رياضة الدراجات الهوائية ستطلق أيضا على نسرين الحويلي التي يحدوها إصرار وعزيمة كبيران على تحقيق نتائج جيدة وإيجابية في المستقبل. حاليا أنا راني مع كانيون سرام، فريق كانيون سرام الألماني، فريق محترف. وكما قلت احنا رانا في نهايه الموسم، وين تكون يعني بريباراسيون فيزيك في ديبي سيزون نبداو بها باش نكملوا لا سيزون، ويبداو لي كومبيتيسيون في الاوروب، وحنايا نعتمدوا بزاف على لي كومبيتيسيون هذوك باش نكونوا في لا فورم في السباق اللي نحوسوا نجيبوا فيه نتائج. وكما كان الحال عندنا يعني برنامج تاعنا مع الاتحاديه ومع الفريق تاعي، وين رايحين نشاركوا في كل السباقات هذه اللي تقدر تخليني نكون في المستوى هذا. وتعد الجماهير الجزائرية والعربية بتقديم الأفضل، خاصة في أكبر محفل دولي أولمبياد باريس 2024. نوعدهم إن شاء الله بتمثيل الجزائر أحسن تمثيل، وبالامكانيات وكل يعني اللي نقدر نديره في هذه الدوره اللي تكون يعني حاجه كبيره بالنسبه لينا، وان نحوسوا نجيبوا فيها نتيجه ونحوسوا نمثلوا الجزائر احسن تمثيل. وهذا اللي اي حاجه نقدر نديرها نديرها، اي نتيجه مليحه نجم نديرها رانا نخدموا عليها. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كانت هذه البطلة الجزائرية نسرين حويلي المتأهلة إلى أولمبياد باريس. كلمة بخصوص هذه البطلة لكل من سيد أحمد وأبو علام لارون في سن 20 سنة تتأهل إلى الأولمبياد. تفضل سيد أحمد. يعني كي نشوفوا واش حققت الدراجة، يعني شيء شرف يعني منذ صحيح. الاستقلال يعني مع أن حتى الدراجة شارك في الاولمبياد يعني السن تاعها 20 سنه. صحيح. هذا شيء يشرف البلاد، وان شاء الله المسؤولين يدعموها يعني باش تحقق نتائج اكثر، لان الدراجه مازالها في سن صغيره. صحيح. وان شاء الله في من يلحق الاولمبياد ان شاء الله تزيد تشرفنا ان شاء الله. ان شاء الله. بلم لاروم. هي من زمان نعرفوا يعني الدراجه كانت يعني تقوم بيعني نتائج ايجابيه. الان يوم البنت هذه يعني صارت انه متاهله للاولمبياد يعني نشوف، لكن بكل صراحه انه اكيد فيه كانت فيه تضحيه كثيره. صحيح. كبيره. صحيح. كثيره وكبيره. لانه الدراجه الناس تعتبرها انه يعني شيء بسيط، لكن هو لازم تضحيه كثيره، خاصه يعني الماتريال تاعهم غالي كثير ويتطور كثير، يعني بكل 5 سنوات يعني كاين اشياء جديده. صحيح. لهذا يعني اذا هي موجوده اهم شيء يعني في الالعاب الاولمبيه يعني لازم تكون جاهزه، لانه غير كافي
ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله. يا رب. اذا البدايه مشاهدينا الكرام الان بسان داونز والوداد البيضاوي، من سيتوج باول نسخه من السوبر ليج؟ مباراه الاياب ستلعب يوم غد ببريتوريا بجنوب افريقيا. مباراه الذهاب انتهت لمصلحه الوداد البيضاوي بهدفين لواحد. سيد احمد، كيف ترى هذا النهائي مباراة الإياب التي ستلعب بين صن داونز والوداد البيضاوي؟ يعني هو في المقابلة الأولى انتهت بفوز الفريق الوداد البيضاوي نتيجة 2-2، والآن في العودة نشوف أنا باللي مقابلة يعني مازال تيتري، يعني مازال ما تلعبش. صحيح. نشوفوا باللي لمن تميل الكفه في نظرك؟ يا الان يفوز، الان يفوز صن داونز 1-0 راح يتوج باول نسخه للسوبر ليج. يعني انا نشوف باللي هذا ستان سكور بياج، انا نشوف باللي المقابله مازال ما تلعبتش، يعني 50-50. وبما ان الوداد يلعب في 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 في, في, في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا، انا نظن باللي المقابلة يعني يشوفوا مقابلة صعيبة في الوداد، بالطبع صعيبة في الوداد في جنوب افريقيا. وعلم نارهم يعني الرجاء يعني يوم فاز الوداد البيضاوي، الوداد للاسف، لكن ما ننساش انه صن داونز فريق قوي، يعني صحيح. يعني نشوفوه قوته، يعني حتى اظنه كان هو يعني كان مسجل الاول اظن. ايه ونشوف يعني طريقة لعبه، يعني طريقة حديثة، وخاصة أنه لكل سنة ما يغيرش كثير الفريق، يغير الشيء اللي خاصه، يعني أصلا خاصه. ونشوف يعني إذا حبينا نقوله أنه فيه فريق قوي فنيا ومن يعني محترف حقيقة هو صن داونز. صن داونز الان مثل في نظرك اليوم بانه في مباراه الاياب التي ستلعب بجنوب افريقيا الكفه تميل لصن داونز مقارنه بالوداد؟ لو يفوز صن داونز بهدف دون مقابل راح يتوج اكيد، هذا نظريا، لكن نظريا جميل قال لك ستان ريجول تابياج، هذا احنا نخشاو منه لانه تقول لو نسجل هدف رحنا، لكن هذه الاشياء اللي تخلي كما اقول لك لو نهزمه ممكن 2-0 ويجي لازم يرفع 2 تجي اسهل بعض الاحيان، ولا هذا يعني يوم تكون كما التفكير كله انه لو تسجل واحد يكفيك، ممكن يعني تسجل ممكن التعادل، يعني لو تسجل وتحوس ترجع للورا ممكن. هذا هو اللي كان تكرم قال لك سي ان ريزولتا بياج، وهذا احنا واش نخشاه يعني كفنيين غالبا. جميل. توقف عند جوائز سوبر ليج مشاهدينا الكرام في الجدول التالي. الفرق التي وصلت الى بدايه المباراه كان في ربع النهائي، او المنسحبين سواء انيمبا وميزامبيا وميت بيترو اتليتيكو وسيمبا تحصلوا على $1,000,000، والاهلي الذي وصل الى النصف النهائي رفقه الترجي التونسي تحصل على $1,700,000، وصن داونز والوداد الوصيف بين الناديين سيتحصل على $3,000,000، والفائز بأول نسخة سيتحصل على $4,000,000. سيد أحمد، مبالغ مثل هذه $4,000,000 ما تشوفش بأنه تحفز أيضا يعني كل نادي على تتويج بهذه البطولة، علما بأنه كأس أمم إفريقيا كلها من يتحصل عليها يفوز ب 5 أو 5.5 مليون دولار؟ يعني نشوفوا يعني شوف ربع نهائي عنده $1,000,000، يعني اللي يخرج في البدايه، يعني في البدايه هذه لانه شوف شركه 8 فرق فقط، الوصيف عنده $3,000,000، اللي توج بطل عنده $4,000,000. يعني انا نظن باللي هذا يعطي حافز للفرق باش تشارك في البطولات القادمه، يعني تحفيزات كاينه. صحيح. والملاروم يعني هذا انسان لازم يديروا الان من هنا ورد القدام، لازم الانسان يديروا اوبجيكتيف يعني للفريق تاعو، لانه موش شي بسيط، يعني نشوفوا تقريبا كاس افريقيا. صحيح. يعني الان يصير لك انه يعني ما عليك يعني ممكن يعني يفو انفيستير في الفريق وفي الاشياء يعني باش تكون من الاولين، يعني وهذا يعني يوم تشوف هذا الدعم هذايا
لانه الكره راهي كما اقول لك تشجع الناس لي يعني دير نتائج. طيب. لهذا الانسان لازم يكون ما يقعدش يعني يخلي يشوف انه غير تغيرات ولا يعني حتى صرنا احنا ربع نهائي نص نهائي يكفينا لكاس. لا لانك تشوف يعني هاد الاشياء وخاصه هاد الاشياء اللي تحفز محفزات يعني. ايوه الناس يعني كما قلت لازم يفكروا فيها لانه هاد الاموال تزيد كثير ما نتسناوش يعني الى الدوله وما نتسناش اشياء خاصه احنا يعني اصلا ناقصين من ناحيه المانجمنت ومن ناحيه الفينانسمون يعني على الاقل من ناحيه فنيه يحاولوا انه فنيا يكسبوا هاد الاشياء ويكونوا حاضرين. أيوة. جميل. نتوقف الان مشاهدينا الكرام عند تصفيات مونديال 2026 المزمع اجراؤها بالولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك. اذا الخضر من اجل انطلاقه مثاليه امام الصومال وتعبيد طريق المونديال. في البدايه نتعرف عن المجموعه السابعه التي تضم كل من المنتخب الجزائري، الصومال، موزمبيق، غينيا، أوغندا وبوتسوانا. إذن هذه المنتخبات التي تتواجد في المجموعة السابعة. الجزائر ترتيب العالمي في المركز 33 والقيمة السوقية باليورو 207.7 مليون يورو. الصومال الذي سيواجه المنتخب الجزائري يتواجد في المركز 196 عالميا بقيمة سوقية بمليون فاصل 34 ألف وأقول بمليون ومئتين وأربعين ألف دولار فقط. نبدأ معك بعلام لاروم، كيف ترى أول مواجهة لمنتخب الجزائري أمام المنتخب الصومالي؟ ونتحدث أيضا بعد قليل عن القائمة التي استدعاها المدرب الجزائري بالماضي لهذه المواجهة. تفضل. اصلا هذه المواجهه الاولى يعني لازم احنا لازم نخشى انه بدايه هاديه، لا ننسى انه فريق يعني الفريق تقريبا مجدد يعني باللاعبين الجدد اللي يعني استدعاهم المدرب اخيرا، لكن فيه فكره انه فيه بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين وكانوا يعني برهنوا، وخاصه انه اللي كانوا مع يعني الشباب اللي كان موجود الان صاروا انه كركائز. ونشوف انه الفريق الصومالي يعني فيه تحسن، يعني كورتهم بدات تتحسن يعني في يعني في, في في المستوى تاعهم وفي العمل تاعهم صار فريق انه يشغل. يعني شفناهم حتى من فريقهم يعني الاشبال يوم جاوا لهنا نحسوا انه فيهم كما اقول لك عمل راهم يقوموا به. هناك عمل قاعدي. قاعدي. لا ننسى انه الفريق الصومال عنده 13 لاعب ينشطوا في يعني خارج الصومال. محترفين. محترفين وهذا. لكن بولام ليس في انديه كبيره بكل معليش معليش، لكن الان انديه صغيره وكبيره نعرف انه ماهوش مثل زمان. ولو نعطي لك فقط بعض نتائج هذا المنتخب مؤخرا في تربصه في المغرب ثم في تونس تربص الاخير. خسر في العديد من المباريات، بداية بمباراة تعادل أمام ليبيا، خسر أمام تصور النيجر بثلاثية، وسيراليون بثنائية، وأمام الفتح الرباطي بسداسية كاملة. البعض لما يشاهد نتائج مثل هذه يقول لك بأنه منتخب مقارنة بالمنتخب الجزائري ضعيف وضعيف جدا. المركز عالميا يتواجد في المركز 196 عالميا. قيمة السوقية للمنتخب ككل هي مليون و240 ألف دولار يورو، والمنتخب الجزائري 207.7 مليون يورو. تصور هذه الفجوة وهذا صحيح. هذا كلامك صح، انت يعني ممتاز فيه. يعني انا حبيت نطرق برك يعني الوضعيه من الناحيه الفنيه وتقنيه. آه جميل جميل تفضل. من الناحيه الفنيه نشوف انه يعني لو نرجع يعني كاس افريقيا هنا للاشبال شفنا يوم جابوا بعض اللاعبين. الان واش صار في افريقيا؟
صارت الناس كل الناس تقول لك انه الجزائر ارتفع مستواها واخذوا كاس افريقيا في 2019 هذا لانهم استفادوا ولاو يجيبوا اللاعبين تاعهم اللي موجودين خارج يعني ابناء البلد ابناء الجزائر اللي نشروا خارج صارت الناس كلها تحاول تقلد الجزائر انه شافوا النتائج هذا يعني سوما نقولوا حتى يعني مثل ما تكرمت يعني النتائج هذه من ناحيه التسويق من ناحيه صح هذا يعني من ناحيه انت مشكور على من ناحيه الصحافه هذا شيء لكن من ناحيه الفنيه حتى ولو ان ممكن هذا يجينا مباراه ممكن لا يجب استصغار هذا المنتخب صغيره بصراحة. يعني لكن نعرفوا انه هذه ممكن تكون هذه هي بدايتهم في المستقبل نعرفوا باللي هاد الناس يعني راهي تشغل وما راهيش يعني كما قلت لك راح تجيك ضحيه. جميل. بالاضافه لما قالوا بعلام الاروم يا سيد احمد رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم يعتبر ايضا هو عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي لكرة القدم قال بصريح العباره بانه جاهز وسعيد لمواجهه المنتخب الجزائري ويأملون في تحقيق نتيجه ايجابيه لملف الجزائر وفي ملعب نيلسون مانديلا علما بان المباراه ستلعب يوم الخميس المقبل بدايه من الساعه 5 مساء بالتوقيت الجزائري. سيد احمد ردك على ما قاله رئيس الاتحاد الصومالي لانه الكل يرغب في اكيد الاطاحه والفوز ببعبع افريقيا. انا قبل نخرج لك برك شويه على انايا الان يعني شفنا الفيفا يعني انصفت القاره الافريقيه يعني كان من الصعب ومن الصعب جدا تتاهل لكاس العالم كاس العالم يعني صحيح. خمس فرق في افريقيا كان هذا شيء قليل يعني الان أصبح كان تتصدر مجموعه بعدين تلعب مباراه تلعب يعني الصد. مباراه انتحاريه صحيح. كما احنا صحيح. كما صارت لنا مع الكاميرون صحيح. يعني صحيح. الان اصبح ما ولا بد يعني 9 فرق يتاهلوا للمونديال مباشره انا نظن هذا شيء ايجابي كاين اجيال يعني من في سوسوال المنتخبات العربيه ولا الافريقيه كاين اجيال ما كانش عندها الشرف وشاركوا في شارك في المونديال في المونديال يعني على جال هاد القوانين هذو اللي كانوا وانا نظن الان القاره الافريقيه يعني يعني من لا فيفا هذه انصفت المنتخبات الافريقيه. نردوا على السؤال تاعك يعني المنتخب الوطني الان ستوني كيبا باتر الصومال انا بكل يعني فريق متواضع يعني باش تقارن المنتخب الوطني مع المنتخب الصومالي يعني فرق كبير فرق بين في اللاعبين المحترفين فرق كبير في الامكانيات يعني المنتخب الصومالي كما قال الشيخ راهم بداوا راهم جايين ديجا كدايا يعني من المستقبل بصح الان دوكا الوقت الحالي من الصعب من انه منتخب الصومالي يفوز على منتخب الجزائر هو ما كانش بريزيدون ولا رئيس تاع اي اتحادية يقول لك انا جاي باش نخسر ولا انا جاي يعني هو باش يحفز اللاعبين تاعو يقول لك انا جاي للجزائر باش ندير نتيجه ايجابيه. انا نظن الفريق الوطني في هذه المجموعه ككل يعني رانا احنا لي فافوري احنا ان شاء الله بهذا المجموعة الجزائرية تضم الصومال موزمبيق غينيا اوغندا وبوتسوانا بوتسوانا نظن لنا هاد سي دي زيكيب برونابل يعني انا نظن باللي الفريق الوطني عنده كل المؤهلات والامكانيات انه باش يتأهل في هذه المجموعة ما لازمش المنافسين يعني هاد لعبوا ماتش بار ماتش يعني وان شاء الله ان شاء الله يتكاليفيو المونديال 2026. هناك خاصيه ايضا بعلام ناروم تصور بانه ولا مره المنتخب الجزائري واجه منتخب الصومال لا وديا ولا رسميا. يعني بارك الله فيك يعني جايب لنا اشياء احنا ما كنا جميل يعني مباراه مثل هذه لما تلعب مع منتخب انت ولا مره لعبت معاه لا وديا ولا رسميا انت كمدرب وكتقني كلاعب سابق شنو هي هذه الخاصيه هذه كيف تفسرها يعني؟ ايوه هنا تجي على شطرين، الشطر الاول يعني لو كنا راح نلعب عندهم يجيك المباراه اصعب. صحيح. اصعب من ناحيه المعطيات اللي لازم تكون عندك من ناحيه كمدرب ولا كمسؤول. لكن هنا نشوفوا انه يوم راح تلعب في ملعب نيلسون مانديلا في نصر ملعب نيلسون مانديلا واكثر شيء راح تكون انه كل الاشياء اللي راح تجهزها تجهز هي اكثر شيء على قوتك الان اذا كانت قوتك يعني موجوده وتستعملها في للمنافس هذاك هو اهم شيء
وخاصة يعني كما يقول لك الآن رايح يفرض الفريق الجزائري رايح بطريقته راح يفرض وجوده ويحاول يفرض لعبه يحاول يفرض كل أشياء باش يعني يفوز، لأنه هذا هو أصلا يعني لو جات المباراة في الأولى هناك ممكن يكون مشكل أكبر، لكن هنا عارفين أنه الشيء اللي راح يديروه شيء راح ما يهمناش أنه نحوسوا النقائص تاعهم أو الأشياء الضعيفة اللي موجودة، لكن أهم شيء أن احنا نلعب بقوتنا في ملعبنا وهذه الأشياء كلها تكون إن شاء الله جاهزة من بداية كما أقول لك التحضير الحالية إن شاء الله. نتوقف عند أكيد التشكيلة التي استدعاها جمال بن ماضي، 23 لاعبا للمشاركة في مواجهتي تصفية المونديال أمام الصومال وموزمبيق، أمام الصومال في 16 من الشهر الحالي وأمام موزمبيق تصوروا في 19، يعني بعد 3 أيام فقط عن المواجهة الأولى. أهم ما ميز ربما هذه القائمة هي عودة أدم والناس بالإضافة إلى نبيل بن طالب وأيضا بغداد بونجاح واستبعاد سعيد بن رحمة، أدم زرقان، عبد القادر القادري، عبد القهار القادري، بالإضافة إلى هيثم نوصيف وبشير بلومي وكذا بدر الدين بوعناني. في هذه القائمة كثر ربما الحديث سيد أحمد بكل صراحة عن لاعب متألق في الدوري القطري، أكيد تعلم عن ما عن هذا اللاعب الذي أتحدث عنه، اسمه ياسين إبراهيمي، يسجل العديد من الأهداف هذا الموسم. هل ترى بأنه جمال بالماضي استدعى التشكيلة المثالية لحد الآن بكل صراحة؟ شوف بكل صراحة عمر، أنا أشوف يعني توازن في التشكيلات، يعني اللاعبين اللي استدعاهم شوف عندنا، شوف كاين باستثناء بوعناني، بوعناني الآن كان هو كان يعني كان في فورمة مليحة، وهو دوك الآن استدعى في مكانه أدم الناس يعني أدم الناس بعد الإصابة عاد بقوة مع فريق ليل، أنا نشوف فيه كان يمد مردود جيد الإصابات هي التي بعثت المنتخب وبوعناني شفناها في هذه الآونة الأخيرة ما لعبش كثير مع نادي نيس. أنا نظن هذا هو الشيء اللي أدى ما استدعاش بوعناني، يعني شوف فلاليست هذه كاملة كان جوار اللي لازم كان أنا كنت متمني يكون يعني وكان يمد الإضافة. ياسين إبراهيمي شفناه فورمة عالية يسجل أهداف، ممرر أحسن هداف في البطولة القطرية ب 11 هدف وست تمريرات أسيست، يعني راهو في فورمة كبيرة يعني. أنا هذا هو التعقيب، عودة بغداد يعني تاني بغداد كان في إصابة وعاود ولا هذا في التشكيلة، يعني أنا نظن باللي على حسب ما شفنا تشكيلة هذه يعني متوازنة. فلم نروم عندك هو شوف يعني ملاحظة ملاحظتين إيه العديد من الملاحظات عن هذه القائمة. إيه هو أنا بس يعني الناس تعرف أنه بعض هي خيارات مدرب. إيه أبارك الله فيك، أنا يوم أنا راح نستعمل عبارات المدرب، لازم نعرف أنه المدرب عنده شيء، عنده سون انتيليجنس يعني التفكير تاعه الاستراتيجية تاعه كل هذاك الشيء عنده باش يدير لو موديل دو جو. واش عنده المنهجيه تاعو؟ تفضل. المنهجيه عنده اول شيء لو سيستم دو جو اللي يستعملو، صحيح، وبعد عنده اللاعبين اللي يدخلوا في لو سيستم هذاك اللي هو يحب يلعب به، ثانيه وثالثه للطريقه اللي هو يهاجم بها ولا يدافع بها. الان دركا هاد الناس اللي شافهم كلهم هادو يدخلوا في لو موديل دو جو. الان اذا ما يعني نفتح قوسين يعني على ابراهيمي، اذا هو يوم يحب يلعب بطريقه ثانيه حتى ولو ابراهيمي ما شاء الله يعني هذه الفتره هذه كله يعني نجم بكل صراحه متالق بكل صراحه لاعب بارز في الدوري الان فيه مشكل. هل نجيب ابراهيمي والعشره الباقيين لعبوا على ابراهيمي ولا هو لازم يدخل نغير كل شيء عليه؟ فهمت كيف؟ الان واش يصير؟ لا 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 الانسان لازم نحتاج، وهذا ربما شيء ربما اللي حدث لهالاند في السيتي. بارك الله فيك. الان احنا نحتار لانه هو راهو بنى كل عماره
اللاعبين اللي موجودين الان عنده ثلث حراس، عنده ست مدافعين، قولوا علاش ست مدافعين وماشي ست وسط ميدان، عنده ستة مهاجمين، علاش في المهاجمين قولوا علاش عندك دو زافون دو بوينت، يعني هذه الاشياء، لكن هو ادرى بهذه الامور. احنا لازم نتعلم نحترم الشخص، خاصه تاويلات هذه اللي قبل المباراه. هو يعني هذا في 23 كلهم لقى لهم الحل، فاحنا نتمناو يعني لو كان ابراهيم يجي ونفوزوا به اللهم بارك. لكن الان ما نساوش انه هو راهو عنده حوالي 40 واحد، شاف 23 منهم اللي يدخلوا في المنهجيه تاعو، في لو موديل دو جو تاعو، في الخطه تاعو، في لو سيستيم دو جو تاعو، والطريقه اللي يحب يلعب بها. لو نرجع وراء يعني في البدايه يوم جاب الماضي احنا كنا نلعبوا 4-5-5-1، علاش؟ لانه كنا كثير ما كناش نفوزوا، كان يحوس المهم انه ما ينهزم. 4-5-1 كنا ندافعوا ونولي كنا نفوزوا وبدينا نمشوا تدريجيا. الان هذا الانسان لازم نحترمه اذا موجود هو كمدرب وباقي كمدرب، لازم نحترموا الاشياء اللي راهو يدير فيها، لانه هو عنده اشياء سي لانتيليجونس ولا كونسيبسيون تاعو اللي راهو تخدم به، ماشي بالاذني كما يقولوا بعض الاخر. لكن الان هنا هذا ابراهيمي حاليا نقدروا نقولوا لو جا راس حربه ان افون دو بوينت لي ما يهمش تكون كل خطه عليه، ما عليش. لكن مادام صانع لعب تصير فيه مشكل ثاني باش ما يكونوش راح يصيروا ثلث مشاكل. يعني عندك راي اخر سيد احمد؟ تفضل نقاش اكثر. هو على كل حال احنا نحترموا القرار تاع بالماضي، يعني هي شوف هي انا نقول لك يكمل بالطريقه هذه لو يلعب بها ابراهيمي تما يوبليجي بالماضي يديه، لانه شوف بالليلي راهو ضحيه داروا يلعب في الدوري الجزائري، كما على بالكم الدوري الجزائري عنده شهر وحابس ما يقدرش. بالمناسبه سجل اليوم في مباراه مولوديه الجزائر هدف الفوز في شلف، ضربه جزاء بركله جزاء. عمر انا نظن باللي مسجل على ما اظن 5 أهداف لحد الان في الدوري الجزائري، يعني هو ديك ضحيه تاع الدوري الجزائري ماشي هل اللاعب اللي يتالق في الدوري الجزائري ما عندوش الحق باش يكون في المنتخب؟ ماشي ما عندوش الحق عمر، هذا السؤال اللي حبيت يعني علاش عندك شهر ما لعبتش راك ممكن تكون بيتيسيون. من ناحيه اخرى هل اليوم يوسف بليلي رسميا راح يغيب عن كاس امم افريقيا؟ شوف عمر في نظرك هو كل شيء مرتبط باللاعبين اللي يلعبوا في البوست تاعو. اللاعبين اللي يلعبوا في البوست تاعو يكونوا متالقين ما يقدرش يديه. مباراتي الصومال و موزمبيق هكذا اللاعبين ما يدوروش مليح في البوست تاعو يقدر يديه. عمورة مثلا عمورة كيما عمورة عمورة هو ماشي مولف يلعب في هذاك البوست، مي يلعب هذا لكن وظفوا لعب ادى مباراة وجزر الراس الاخضر يعني ادى مستوى رائع وعالي صحيح. انا قلت لك عمر ابراهيمي هو لو كان يقعد في هذا المردود لو فيه وسيرتو في هذا البوست هذا مع اللي قلت لك بالليلي ابراهيمي بالليلي راهو ما تقدرش يعني ما تقدرش تقول يقدر يديه. لو كان جا في بطوله واحده اخرى منتظمه يلعبوا يعني يلعبوا كل شاك سيمان يلعبوا نقدر نقول لك يديه، بصح في البطوله الجزائريه راك تشوف حبس وراه مبداو يعني اللاعب ما يكونش اون فورم. لكن بالعكس بالمقابل البعض الاخر يقول لك عندك يوسف عطال معاقب في نيس بسبع مباريات يعني الريت ماشي استدعاه عمر الريت ماشي كيف ما عندهاش علاقه ما عندهاش هذا علاقه. الاسئله يعني اللي نحبوا نجاوبوا للمشاهد الكريم. ويوسف ودوك عطال يعني عنده دوك مقابلتين مع الفريق الوطني نظن هذه تفيده بزاف مع اللي هو راهو سيسبوندي مع الفريق تاعو يعني هذه الجوج مقابلات يفيدوه كثير صحيح يقعد يعني في لافورم تاعو والريتم ماشي كيف البطوله الفرنسيه مع البطوله الجزائريه ريتم بليز الفي علينا. قلت لك انا نولوا لابراهيمي عمر ابراهيمي يكمل في هذا الريتم هذا انا نظن باللي بجمال بالماضي لي بروشان ماتشي انا نقول لك يستدعيه لانه على بالي باللي يجيب لم يبقى الا تربص يعني بعد المواجهتي يعني شوف تصفيات كاس العالم راح يكون التربص الخاص بكاس امم افريقيا فقط تتوقع بانه في التربص المقبل خاص بكاس امم افريقيا انه جمال بالماضي سيستدعي ياسين يقدر يستدعيه شوف لا فورم لو فيها يعني والتجربه اللي عنده الاكسبيرينس اكيد مفتوحه لاعب عنده خبره كبيره يعني يفيد الفريق الوطني انا نظن باللي يكمل شوف بانه يقدم الاضافه للمنتخب خاصه في كاس امم افريقيا انا نظن يقدم الاضافه سيرتو كي يطيحوا مع بلوك
مع بلوك اللي يلعب مع مع هو لاعب مهاري، انا نقول يقدر يدي بلوكي لاسياسيون في الفريق الوطني. هو شوف اذا شفنا لحاله نقولوا الان يعني ابراهيمي راهو عنده بعض الاشياء اللي كانت كان يبينها من قبل. الشيء المهم اللي قاله سيد احمد، شوف هو الدوري اهم شيء، الدوري اهم شيء. لو نشوف الان السعوديه يلعب فيها اي لاعب، السعوديه وقطر والامارات راهم علاش جابوا النجوم؟ لانه بالنجوم بالمستوى اللي يطلع الدوري كامل. صحيح. لو نشوفوا الان احنا حتى من ناحيه التسويق، حتى يعني ممكن سي دي بروجي كما قلت لكم كوبليس ايكونوميك يعني في الخليج قدامنا، لكن تشوف انه الان يوم تشوف الملاعب السعوديه الان كلها ممتلئه باش بهذا النجوم، المستوى تاعهم راهو طلع، يعني هذا شيء مهم، يعني وهذا معمول به من زمان. صحيح. يوم كانت ايطاليا نام الدوري تاعها سمحوا للاجانب، يوم راح ريمينيغي وراح هاد الاشياء مثل ما تكرم سيد احمد. الدوري احنا نفكر قبل في الدوري، يعني نفكر الدوري باش يعني بالليل في عود نرجعوا للدوري، كنا احسن نشجعوه يروح جهه اخرى باش يزيد يرتفع المستوى. رانا نشوفوا اليوم تقول لكن سجل ضربه جزاء، يعني فهمت يعني كل اشياء، لكن احنا حبينا نشوفوا بالليلي في ظروف اصعب، يعني في كما قلت لك بمستوى اصعب ويقعد على المستوى. الان ابراهيمي كما قلت لك المستوى اللي راهو يلعب فيه حاليا، الان قعدت التفكير تاع كيفاش بالماضي يشوف ابراهيمي حاليا على الخطه تاعو اللي راهو مجهزها. جميل. بلا من روم وسيد احمد نتوقف عند نقطه اخرى، المباراه الاولى في يوم 16، المباراه الثانيه امام موزمبيق في يوم 19 في تلعب في بوتسوانا، هكذا ثلاث أيام، هل ترون بأنه الوقت سيكون كافي للمنتخب لمواجهة موزمبيق؟ ولا تفضل سيد أحمد، ولا سيد أحمد يعني سؤال تفضل. شوف هو صعب، احنا نقولوا ذكر المشاهد الكريم بأنه بعد المباراة مباشرة يعني يوم الخميس سيتنقل عبر رحلة خاصة المنتخب الجزائري مباشرة إلى بوتسوانا. تفضل. هو شوف لو انت يوم تقول 16 ل 19 كاين ثلاث ايام، هي كاين 68 ساعه فقط. صحيح. الان لكن فيه هو صعب كثير، البرمجه من ناحيه كما نقول لك الاسترجاع فيه لكن الان الخطه احسن خطه انه بعد المباراه على طول يحاولوا يسترجعوا، يعني بعد باش يقدروا يسافروا، يعني هم يروحوا اللاعبين يكونوا على الاقل استرجعوا الاشياء تاعهم، لانه عندهم المشكل راهو تانيك في السفر، يعني هذا يعني غير يعني باش ما يروحوش تعب تاع المباراه قرابة 9 ساعات. ايوا وزيد تعب تاع كيما نقول لك تاع السفر يولوا متراكسين. يعني الان المفروض جوست ابري لو ماتش هذا لازم يديروا استرجاع تام بجميع الوسائل، يعني كيما نقول لك حتى اللي ما لعبوش ممكن تدريب، ممكن الناس اللي لعبت كيما نقول لك بلا كلاس بهذه الاشياء الان اللي راهي معروفه الان موجوده، باش يوم يلحقوا لتما يبداوا تجهيز المباراه، لانه راهي قلت لك 68 ساعه. لو يعني نشوفوا المباراه راح يلعبوها يوم 16 على الساعه 5، يعني يخلصوا على 7، ويوم يلعبوا المباراه الاولى راح يلعبوها الساعه 2. المباراه الثانيه على أيوة الساعه 2 زوالا بتوقيت الجزائر. ايوا وهم علاش يعني عالميا معروفين انه بكري كانوا يديروا شاك 3 جور في لي تورنوا تقدر دير مباراه، يعني مبارتين يقول لهم ليزانترجو تاع 3 جور، لكن الان تقريبا كلهم يديروا ليزانترجو تاع 4 جور 4 ايام، لازم 3 ايام صافيه راحه. بارك الله فيك. والاول والثاني تقدر تلعب فيه، لكن الان رانا نشوفوه هنا راهو مجزأ في عود تكون عندنا اكثر من 72 ساعه، رانا عندنا 68 ساعه، اقل من 72 ساعه. جميل. لانه احنا دائما التمرين على الاقل 72 ساعه قبل المباراه نكون. جميل. في دقيقه سيد احمد، هل ترى بانه جمال بالماضي سيغير التشكيله مقارنه بالمباراه الاولى والثانيه؟ شوف عمر كما قال لك الشيخ، لا ريكوبيراسيون مهمه جدا، يعني سيرتو بعد الماتش، يعني ودوك كاين الامكانيات طائره مباشره، يعني استرجاع حصه استرجاع، يروحوا المطار يروحوا عندهم 6 سوايع البوتسوانا. انا نظن شوف اللاعبين اللي راح يلعبوا هنايا، انا نظن غير مينيموم ربع لاعبين في الروتور، يعني على حساب يعني يقوم بإراحة بعض اللاعبين لمباراة موزمبيق. يعني كما قال لك شيخ ما تحسبش 72 ساعة 68 يعني ساعة، يعني أكثر. شوف في المقابلة كل ساعة مفيدة للراحة الريكوبيراسيون تاع اللاعب. أنا نظن بالماضي يدير تشكيلة
هنا مع الصومال وفي بوتسوانا نشوفوا تشكيلة يعني مغايرة إن شاء الله. ممكن 50% كلها تغير يعني إذا حبينا يعني نحسوا لافريشة فيزيك وقت البرنامج. سيد أحمد نشكرك جزيل الشكر، اللاعب السابق لاتحاد العاصمة الجزائري، وشكر موصول أيضا لك بعلام لاروم متألق دائما المدير الفني المنتخب الجزائري سابقا، شكرا لك. شكرا مساء. إذا نهاية البرنامج مشاهدينا الكرام، شكرا لكم وشكرا موصول لكل الطاقم الذي خدمكم، إلى اللقاء.